إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع ثم رجع إلى المدينة، قال لامرأة يقال لها أم سنان: لما لم تحجي معنا؟ فقالت المرأة رضوان الله عليها: يا رسول الله، إن لفلان، تعني زوجها، ناضحين، حج على أحدهما ونسقي على الآخر. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. وهذا كله من أجل هذا الزمان الفاضل الذي كرمه الله رب العالمين وشرفه. فحجة الإسلام التي حجها النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهدها من أهل الخير من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهدها، لم يجد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يعدلها ثوابا لهذه المرأة الأنصارية الصحابية إلا أن تأتي بعمرة في هذا الزمان الشريف. قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية وهي موطن الشاهد تعدل حجة معي، مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي انضباط لتلك الحجة إذا ما كانت مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأي كمال في أداء، وأي استقرار في نسك، وأي اتصال بالله المليك العلي الأعلى
إذا ما كان إمام الحجيج ومقدمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس الحجيج قائما. قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمرة في رمضان تعادل حجة معي. والله رب العالمين فضل بعض الأزمان على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض، كما فضل الله رب العالمين بعض الملائكة على بعض، وفضل الله رب العالمين بني آدم وكرمهم، واصطفى منهم المرسلين والمنذرين والأنبياء الصالحين، وكرم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعله على رأس هذا كله، فهو على رأس موكب التكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضوان الله عليها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر، تعني العشر الأواخر من شهر رمضان، يجتهد ما لا يجتهد في غيره. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص الله رب العالمين أمته بخصائص، فمن هذه الخصائص على أظهر الأقوال وأقواها وأعدلها أن الله حبى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إكراما وتكريما وإعظاما وتعظيما بليلة القدر. وقد أخبر المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وما كان ذلك إلا نتيجة معاناة بعبادة وقيام بليل ونصب وسهر وبذل للمجهود إلى أقصى الحدود. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف عاما العشر الأول، فجيء فقيل له: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأواسط من شهر رمضان، فقيل: إن الذي تطلب أمامك، وآية ذلك وعلامته أن تصبح صبيحة ليلة القدر وقد سجدت في ماء وطين. واعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأواخر من شهر رمضان، لما كان في ليلة الحادي والعشرين منه، وما في السماء من قزعة، وما في السماء من سحابة بادية ولا خافية على مرمى البصر، وإذا بربك جلت قدرته وهو صاحب القوى والقدر ينشئ في السماء سحابا فأوكف فنزل على جريد المسجد وكان به مسقوفا. ولم يكن مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفروشا إلا بالحصباء قد دكت فيه، ولعل الحصى من الحصى في الأرض، أرض مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تصيب جبهة المصلي أو أنفه فيظل يتقلب على أمثال الإبر، وذلك في مسجد خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أمطرت السماء بأمر الله جلت قدرته، بعدما أوكفت وسال مسيل الماء من سقف المسجد من الجريد فأصاب الأرض والنبي يسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسجد في ماء وطين، وأصاب الطين أرنبة أنفه صلى الله عليه وسلم وجبهته، وانصرف من الصلاة صبيحة الحادي والعشرين وقد سجد في ماء وطين. فكانت العلامة التي
بيانها له ربه جل وعلا في بيان ليلة القدر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى رضوان الله رب العالمين زمانا ومكانا وحالا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخص العشر الأواخر بمزيد اجتهاد في العبادة، كما تقول عائشة رضوان الله عليها: أنا يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، وبالتالي ما لا يجتهد في سائر العام. فهذه العشر الأواخر من شهر رمضان هي زبدة العام، ولعلها أن تكون زبدة عمر العبد المسلم المنيب المخبت، لأن العبد يمضي به قطار عمره لا يدري أيصيب بعد ذلك رمضان أم لا يصيبه، والله رب العالمين في ليلة بعينها من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان يبين مقادير الآجال من اللوح المحفوظ إلى الكتبة، كل ذلك بأمر علام الغيوب وستير العيوب. يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في سائر الشهر في غير ذلك من أيام شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاجتهاده في العشر الأواخر من شهر رمضان مظاهر بينتها أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله وشد المئزر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضوان الله عليها كما في رواية مسلم عليه الرحمة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وجد وشد المئزر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيقظ أهله. فهذه مظاهر اجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان، جمعتها أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها في هذه الكلمات القلائل. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيي الليل في العشر الأواخر، رواية لعائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قام ليلة إلى الصبح قط، أي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يحيي الليل كله بطوله ولا غرو. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقتدى به وهو الأسوة، وفعله وتركه بشروط سنة. وإذا فلو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دأبه ومن عادته أن يحيي الليل بطوله، فهذا أمر يسير عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ماذا يفعل المحبون لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعده وقد انقطعت الأعناق دون هذه الغاية وفي القلب تعلات وبين الجوانح أشواق؟ لذلك ما أحيا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول عائشة رضوان الله عليها ما أحيا ليلة إلى الصبح، ولكنها رضوان الله عليها تقول هاهنا في هذا الحديث الصحيح وفي المتفق على صحته أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي الليل إذا ما دخل العشر الأواخر من شهر رمضان. فكيف يحل هذا الإشكال؟ يقول إمامنا الكبير الإمام النووي عليه الرحمة: إنما نفته عائشة رضوان الله عليها سوى ما أثبتته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يحيي الليل كله إلى الصبح
على سبيل الدوام والاستمرار. وأما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي الليالي إلى الصبح في العشر الأواخر من شهر رمضان، فذلك لأن هذا الزمان مخصوص بمزيد طاعات وقربات إلى رب الأرض والسماوات، وإفناء الأعمار في طاعات ربنا جل وعلا في هذا الزمان الفاضل إبقاء لتلك الأعمار وحفاظ عليها، وليس في حقيقة الأمر بإفناء لها. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان باجتهاد لا يبذل مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سائر ليالي شهر رمضان سوى العشر، وما لا يبذل مثله في سائر أيام العام سوى رمضان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر اجتهد ما لا يجتهد في غيره، يترقب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ما دخل هذا الزمان الشريف ففرصة لا تعوض، قد لا تعوض، وفرصة عظيمة ينبغي أن تهتبل، لأن الأعمار تمر والقابض عليها كالقابض على الماء خانته فروج الأصابع. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول عائشة كان يستعد استعدادا نفسيا خاصا لمقدم العشر الأواخر من شهر رمضان، لأنها رضوان الله عليها تقول كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر، وفي التعبير بهذه الأداة ترقب وانتظار واستعداد واجتهاد، يحسه كل من له حس بلغة العرب الشريفة، كان إذا دخل العشر، كان إذا دخل العشر اجتهد ما لا يجتهد في غيره، يعني في سواه من أيام رمضان وبالتالي في أيام العام وليالي. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تروي عائشة رضوان الله عليها في حديث ليس هناك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بين العشاءين في كل ليلة من ليالي العشر، وهذا غير ثابت عن خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عمل السالفين السابقين كسفيان الثوري رضوان الله عليه ورحمته فإنه كان يغتسل بين العشاءين إذا ما دخل العشر، وكان يتطيب ويتزين ويتجمل للوقوف بين يدي الله رب العالمين في قيام ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، لعله أن تصيبه نفحة من نفحات رحمات رب الأرض والسماوات فلا يشقى من بعدها أبدا، ولعله إذا ما أبدى لربه جلت قدرته مسكنته وضعفه ومذلته وضعته أن يعزه الله رب العالمين وأن يعلي قدره. وهذا العشر الأخير من شهر رمضان فيه خصيصة عظيمة جدا بينها لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم، وهي وجود ليلة القدر فيه. وهذه الليلة العظيمة الجليلة الكبيرة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة المباركة التي نص الله رب العالمين على بركتها، لأنه يتنزل فيها من بركات ورحمات رب الأرض والسماوات من عتق للرقاب ومن مغفرة للسيئات ومن عفو عن الزلات إلى غير ذلك من العطيات التي يتفضل علينا بها ربنا رب الأرض والسماوات،
يتنزل في هذه الليلة من البركات ما لا يقادر قدره، والمحروم من حرم خيرها كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. وما أكثر المحرومين في دنيا الله رب العالمين، نسأل الله جلت قدرته أن يعطينا ولا يحرمنا، إنه هو الجواد الكريم. لأن الناس ينقضون غزهم من بعد قوة أنكافا، كالمرأة التي كان في عقلها خلل ضربها الله رب العالمين في القرآن مثلا، كلما نسجت طاقة من صوف فأحكمته نسيجا كرت عليه نقضا وإنكافا، ونكثته من بعد إبرام وقوة وإحكام. فكذلك الذي يعمل العمل الصالح ثم لا يحافظ عليه، ودونك تنظر إلى أكثر الخلق من المسلمين الطيبين، إي والله طيبون حقيقة وحكمة، فإنهم ينصرفون من مساجد الله جل وعلا، وقد قاموا الليل وحصلوا على الأجر كما وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته، فكأنما قام إلى انبلاج الصبح وانفلاق الفجر، فهذا أجر عظيم وثواب كبير. ولكن ما الذي يصنعون بعد أن ينصرفوا من هذا المحفل العظيم؟ لا يزيدون على النقض للنسج المحكم، ويأخذون ما يصنعون، ويأخذون ما يحكمون، ويأخذون ما يساوونه، فإذا هو مضطرب محوش، وإذا هو مبدد منتتر، وإذا هي حسنات تتفرق وتتوزع على أصحاب الحقوق من المغتابين، بدءا من الإمام الذي يطيل إلى أحقر خلق الله في دنيا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وداعا للمنام، وداعا للفراش الوتير الوطيء، وداعا للزوجة الحسناء، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيأتي من وصف حاله في العشر الأواخر وشد المئزر. والصحيح في تفسيرها أنه كان يعتزل النساء، فهي كناية لطيفة عن اعتزال النساء منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا جرم، فقد كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والله جلت قدرته قد أمر في القرآن العظيم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان سنحت الفرصة العظمى، وجاءت المنقبة الجلى، وظهرت الفرصة الكبيرة التي ينبغي أن تهتبل ولا تضيع. يأخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلتا يديه شادا عليها مشمرا، وهو تفسير أيضا ذكره بعض أهل العلم لقول عائشة رضوان الله عليها: وشد المئزر. لأن الإنسان إذا ما أراد أمرا ذا قيمة فإنه يشد مئزره ويجتهد ويشمر عن ساعد الجد حتى يحصل الأمر الذي إليه ييمم، وحتى يتحصل على الأمر الذي إليه يريد. ولكن يعكر على هذا التفسير أن عائشة رضوان الله عليها ذكرت هذا الاجتهاد منصوصا عليه شدا مع ذكرها لشد المئزر في آن، فقالت رضوان الله عليها: كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. فلو كان شد المئزر كناية عن الجد ما ذكرت الجد بدءا، وإنما ذكرت الجد وعطفت عليه للمغايرة، والشيء لا يعطف على نفسه.
لأنه لا يقال وجد وجد، ولا يقال وشد المئزر وشد المئزر، إلا أن يكون توكيدا ولا مجال له ها هنا. وإذا فشد المئزر على أصح الأقوال هو اعتزال النساء. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقلل من المباحات في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولا جرم، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صح أنه في العشر الأواخر كان يواصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يظل اليوم والذي يليه والذي يليه لا ينزل جوفه شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، نراك تواصل، يريدون أن يواصلوا كما يواصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل حبيب بمحبه يقتدي ويهتدي، فهم يريدون أن يفعلوا كما كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: إنكم لا تطيقون. فقالوا: نريد أن نواصل يا رسول الله. فأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأذن لهم في الوصال يوما والذي يليه، ثم جاء الثالث فرؤي الهلال فأفطروا، ولولا ذلك لواصل بهم، يقول العلماء كالتنكيل بهم رضوان الله عليهم، إذ لم يطيعوا الأمر بدء الأمر وفور إصداره، فكأنما نكل بهم. ثم قال لهم ما جعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأذن لهم في الوصال. قال: إنكم لستم كهيئتي، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يتبادرن إلى ذهنك حفظة الله أن الطعام والشراب في هذا الحديث على حقيقته، لأنه لو بات عند ربه يطعمه حقيقة ويسقيه حقيقة، سقيا وطعاما حقيقيين ما كان مواصلا. وما الذي كان يفعله بهم إذن رضوان الله عليهم وهم يواصلون يمتنعون عن الطعام والشراب يوما ويوما والذي يليه؟ وأما هو فيبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. ما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفعل ذلك، وإنما الشأن كما قال العلماء رضوان الله عليهم لها من هذه الأحاديث العظيمة، ولها من هذه النجوى المباركة، ولها من هذه الخلوة التي يتقرب فيها العبد إلى الله رب العالمين، أحاديث تلهي عن الطعام وتصرف عن الشراب، لأن هذا الزاد هو خير الزاد، وكان يتزوده محمد خير العباد من عند ربنا رب الأرض والسماوات العلى، يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. قال: إني لست كهيئتكم، ولكن بقي لنا الوصال المأذون به المسموح به من قبل الشرع الأغر، وهو ما كان يحرص عليه جملة من الصالحين في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهيئة الوصال المأذون به لعامة الأمة دون خيرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تطوي النهار صائما وتظل الليل صائما قائما، وإنما هي أكلة واحدة في السحر الأعلى، فيجعل الإفطار سحورا. وما أكثر ما فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقليل للزاد من أجل أن تنتبه العين، فرع انتباه القلب فهو أصله، فرع انتباه القلب وهو أصله، أي الأصل انتباه القلب، ثم يأتي فرعه بعد ذلك بانتباه العين. فأما إذا ما امتلأت المعدة غابت الفكرة وثقل الجسد وغاب العقل وجاء المنام، كما قال الصالحون السالفون من خير هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين: من كثر طعامه كثر شرابه،
ومن كثر شرابه غزر دمه، ومن غزر دمه قسى نار كثر نومه، ومن كثر نومه قسى قلبه، ومن قسى قلبه فالنار أولى به. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ورد عن بعض أهل بيته رضوان الله عليه أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع في العشر الأواخر من شهر رمضان في بيته مطيقا للقيام إلا أيقظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا جرم فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، يعني أيقظ امرأته لكي تصلي، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية صحيحة: فإن قام فصليا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا قام بليل فصليا ركعتين لله جلت قدرته كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأيقظ أهله. كان يذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت علي رضوان الله عليه يوقظه في أجواف الليالي، ويوقظ فاطمة بضعته رضوان الله عليها فيقول: ألا تقومان فتصليان؟ فأما علي رضوان الله عليه فكان يداعب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله جلت قدرته، إن شاء أن يرسلها أرسلها، يعني لو أذن الله رب العالمين لنا أن نقوم من المنام وأن نستيقظ للصلاة لفعل. فأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يدخل في جدل أبدا، وإنما يمضي يضرب بيده الشريفة على فخذه يقول متعجبا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولا يرد على علي رضوان الله عليه. واليقين أن علي وفاطمة رضوان الله عليهما كان بعد هذا الأخذ والعطاء مع خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقيام للصلاة، ويراجع علي هذه المراجعة اللطيفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويمضي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطيته، اليقين أنه بعد هذا كله كانا يقومان رضوان الله عليهما يصليان ما شاء الله رب العالمين لهما أن يصليا. وهذا مما يكاد المرء يقطع به، لأن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، وإذا دلوا على أمر فيه فضل أسرعوا إليه إسراعا، فكيف إذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف إذا كان المأمور عليا وفاطمة، وكيف إذا كان الآمر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يمكن بحال من الأحوال أن يشك المرء أنهما كانا يقومان مستيقظين منتبهين لصلاة الليل تهجدا كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيقظ أهله. فليفعل عبد يرجو الله واليوم الآخر ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة.
الله رب العالمين أمر المرأة إذا ما كان راعيا أن يأخذ الحذر مع رعيته وأن يرشدهم إلى ما فيه صالحهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر لم يكن يدع أحدا مطيقا للقيام من أهل بيته إلا أيقظه من أجل أن يقوم. ولا يذهبن بخاطرك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرهم بقيام الليل نصا، يعني إحياء العشر الأواخر من شهر رمضان، كما يكون بالصلاة يكون بالذكر وبالدعاء ويكون بتلاوة القرآن والتفكر في آلاء الله رب العالمين وآياته المنظورة في كتابه المنظور، كما يتأمل المرء متدبرا في كتابه المسطور، ينظر في خلق السماوات والأرض ويعرض نفسه لنفحات رحمات رب الأرض والسماوات. فلا يذهبن بخاطرك أن المرأة ينبغي عليه أن يقوم الليل كله، وهذا وجه من الوجوه التي وفق بها العلماء وجمعوا بين قول عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قام ليلة إلى الصبح قط، وأنه كان في العشر الأواخر يقوم ليله. نعم، كان يقوم الليل في العشر الأواخر بالصلاة وبغير الصلاة، بالذكر وبالدعاء وتلاوة القرآن ومدارسته وغير ذلك من ألوان العبادات التي يتقرب بها إلى ربه جل وعلا. والذي نفته عائشة رضوان الله عليها أنه لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليل مصليا إلى أن يطلع الصبح، وإنما صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم في العشر الأواخر بالصلاة ويقوم في العشر الأواخر، يعني يحيي الليل في العشر الأواخر بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن ومدارسته. فهذا لون قوي جدا من الجمع بين هذين الحديثين، ولا يتعارضان إذن لا ظاهرا ولا باطنا. فلا يذهبن بخلدك أنك غير مأمور أن توقظ أهلك إذا كانت حائضا أو كانت نفساء أن تحيي الليل في العشر الأواخر من شهر رمضان، بلى ثم بلى، فعليها أن تقوم متعرضة لرحمة الله رب العالمين بالدعاء. وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي رحمه الله، قالت: يا رسول الله، أرأيت إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذه عبادة جليلة جدا وذكر اختاره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعاء لأحب الخلق إلى قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا عمرو بن العاص رضوان الله عليه يسأل سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب الناس إليه، فقال عائشة: قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم أبوها، ودار الأمر في فلكها، ودار الأمر في فلك أبيها رضوان الله عليهما. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختار لحبيبته ويختار لبنت حبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يختار لها هذا الدعاء وقد سألته، وفيه علامة ظاهرة ودليل بارز على أن العبد ينبغي عليه في ليلة القدر علمها أم تعرض لها، علمها أم لم يعلمها. على العبد من هذا الحديث أن يأخذ بجوامع الأدعية وجوامع الأذكار،
حتى يتحصل على الخير الكبير من العلي الغفار. وما أجمل ما قيل في تلك القصة المشهورة، أن الرجلين كانا يتنافسان في العمل الصالح في دنيا الله رب العالمين، ثم قضى الله رب العالمين وقدر أن كانا على السواء ظاهرا وباطنا، وأنهما ماتا معا، فلم يتأخر واحد منهما عن أخيه. فلما كانت الآخرة أنزل واحد منهما الفردوس الأعلى من الجنة، وأما الآخر فكان دون ذلك، فقال لربه جل وعلا: كنا سواء وقبضنا معا، فلما نزل الفردوس الأعلى وتخلفت؟ فقال ربنا جلت قدرته كما يروى ويحكى: إنه كان يسألنا الفردوس الأعلى فأعطيناه، وأما أنت فلم تسألناه فلم نعطك. فاللهم يا رب العالمين ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلاها وسقفه عرش الرحمن. اللهم وفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين، وتقبله منا يا أكرم الأكرمين، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة عظيمة جليلة القدر مباركة ذكرها الله رب العالمين في سورة برأسها، وأفرد لها سورة قامت عليها، وهذا دلالة على فضل هذه الليلة وعظم قدرها عند الله رب العالمين، أن أفردها الله رب العالمين بالذكر في سورة بذاتها تتلى في المحاريب تعبدا إلى يوم الدين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، والله رب العالمين قد فضل هذه الليلة وكرمها وشرفها وعظمها بإنزال القرآن العظيم فيها. والتفت إلى هذا الملحظ في سورة القدر ورده على صدره في سورة الدخان، فإنه جلت قدرته في صدر سورة الدخان يقول: حاميم والكتاب المبين، فنص عليه. فإذا ما عاد الضمير بعد عاد للمذكور وعليه، فيقول ربنا جلت قدرته: إنا أنزلناه، أي الكتاب المبين الذي مضى ذكره، فمرجع الضمير إلى هذا المذكور. إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما في سورة القدر فلم يأتي بما يعود إليه الضمير، وإنما أتى بالضمير وحدث مرجعه اكتفاء بشهرته، اكتفاء بمعرفته، اكتفاء بحضوره في العقول وفي الأفئدة وفي الأرواح. إنا أنزلناه، أنزلنا ماذا؟ أنزلنا القرآن العظيم. هذا الضمير لم يذكر ما يعود عليه بمرجعه قبله، لم يذكر القرآن الذي عاد هذا الضمير عليه في صدر هذه السورة. فهذه السورة تبدأ هكذا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ فالقرآن العظيم شرف الله رب العالمين ليلة القدر بإنزال القرآن العظيم فيها، بدءا على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عالم الشهادة. وأما في عالم الغيب فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله جلت قدرته أنزل القرآن العظيم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، وذلك في رمضان،
ومعلوم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان كما بين لنا النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، والقدر الشرف والرفعة، لأنها ليلة ذات شرف، نزل فيها كتاب ذو قدر مع ملك ذي قدر على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. فأما أن يكون القدر الشرف والرفعة فظاهر بذاته، وأما القدر بمعنى التقدير فهذا ما دل عليه قول الله جلت قدرته: فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر ينزل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة إلى عالم التنفيذ كل عام في التقدير السنوي، ينزل في ليلة القدر ما يكون من مقادير العالم مجموعا وأفرادا كلا وجزءا، ينزل تقدير كل شيء من رفعة وحطة، ومن عطاء وحرمان، ومن موت وحياة. ينزل في ليلة القدر من كل عام من يحج ومن يعتمر في قابل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بين ابن عباس ما بينه، وهو أمر لا يمكن أن يقال من قبل الرأي، دل على أنه راجع إليه صلى الله عليه وسلم. فهذا النص الذي ورد عن ابن عباس رضوان الله عليهما أنه في ليلة القدر من كل عام فيها يفرق كل أمر حكيم، من الأمور المبنية على الحكمة والإتقان التي لا يدخل فيها تسيب ولا فوضى، بل هي أمور محكمة غاية الإحكام، لأنها نازلة من عند ربنا علام الغيوب. الله رب العالمين ينزل التقدير السنوي للعالم في كل عام في ليلة القدر: من يمرض ومن يصح، من يخلق ومن يصير إلى الموت والفناء، من يعطى ومن يحرم، من يذل ومن يعز. في ليلة القدر من هذا العام ينزل بصحائف الأعمال للكتبة المكرمين، ينزل إلى عالم التنفيذ من عالم الغيب من اللوح المحفوظ ما يكون إلى ليلة القدر في العام الذي يلي، فالذي يموت في العام المقبل بعد أن تمر ليلة القدر من هذا العام ينزل بيانه بتفصيله، والذي يخلق في الأرحام ينزل بيانه بتفصيله، والذي يعطى الملك ينزل بيانه بتفصيله، والذي يسلب الملك ينزل بيانه بتفصيله، إلى غير ذلك من تقادير الأشياء في دنيا الله رب العالمين إلى قابل. فهذه ليلة ذات قدر وفيها تقدير، أو أنها من القدر بمعنى التضييق، ولا جرم فإن الله جلت قدرته قد أخفاها في العشر الأواخر، ثم أخفاها في أوتار العشر الأواخر، ثم أخفاها تأكيدا في أوتار السبع الأواخر، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحذار أن تخدع عن أمر مهم جدا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما لم يأذن له الله رب العالمين فيه ببيان كان يغلق الباب أمام السائلين، كما فعل عكاشة بن محصن رضوان الله عليه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل له الله رب العالمين أن يجعله من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام آخر فقال: وأنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبقك بها عكاشة، وهي سنة أخذ بها حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه عندما علم علم المنافقين من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر فسأله قال: نشدتك الله أذكرني النبي في من ذكر، يعني من المنافقين؟ قال: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا. لأنه لو فتح الباب
لعله أن يقوم فيسأل من ليس لها بأهل فيكسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطره، وأن يأتي من المذكورين إلى حذيفة من يناشده الله هل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ إما أن يحنث في هذا اليمين وإما أن يدله على حقيقة الأمر فيفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخفى الله رب العالمين تحديد ليلة القدر تحديدا قاطعا، فلا تخدعن عبد الله بما تجده في ثنايا الأحاديث ولا خداع فيها، وإنما يتأتى الخداع من النفس الأمارة بالسوء، حتى تمسك النفس بنص واحد يقسم عليه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: والله إني لأعلم أي ليلة هي، إنها الليلة التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة 27. لقد جاء صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه فرأوا رؤيا تواطأت فيما بينهم وتوافقت، فلما خصوها على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر الأواخر. وجاء آخرون رأوا رؤيا أنها في السبع الأواخر، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في السبع الأواخر. ثم دل على أوتار العشر الأواخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك كانت ليلة القدر في صبيحة السجود في الماء والطين، كما في الصحيح كانت ليلة 21 من شهر رمضان، فالذي استظهره العلماء كما قال ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح: الصحيح أنها في وتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل في الأعوام، فعاما تكون في 21، وعاما تكون في 23، إلى آخر الأوتار، أوتار العشر الأواخر من شهر رمضان. وقد جعل الله رب العالمين لنا فرصة ممدودة ومائدة مبسوطة، وجعل الله رب العالمين لنا سنة عظيمة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان. فإذا مضينا من غير اعتكاف لعذر كغزو أو سفر فإنه كان يقضيهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الاعتكاف معنى جليل جدا يوفر على المرء كثيرا من الجهد من أجل حفظ الطاعات بلا تبديد. في الاعتكاف بعد عن الخلق، في الاعتكاف بعد عن هذه المزبلة التي تدعى الدنيا، في الاعتكاف بعد عن الخوض في الحمأة المسنونة وفي المخاضة القدرة كلاما ونظرا، وحماية للسمع وللجوارح من أن يخالط ذلك شيء يغضب الله رب العالمين. غير أنه ينبغي على المعتكف أن يعلم أن المعتكف معتكف لا معتلف، وأنه لم يجعل من أجل أن يدخل الناس فيه لكي يتلاغطوا ولكي يتحدثوا ولكي يغتابوا ولكي يقعوا فيما يغضب الله رب العالمين. ما أبعد الصورة عن الأصل عباد الله، ما أبعد الصورة عن الأصل، ظلال ولا حقيقة، ظلال ولا حقيقة، صور ولا وجود، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما نحن إلا كصورة النجم على صفحة الماء أين منها النجم، ما نحن بجوار من سلف من السابقين عليهم الرضوان إلا كبقل ضعيف هزيل مصفر بجانب أصول نخل طوال. أما نحن فلنا الله رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الخصام فعل الأفاعيل بليلة القدر. فعن عبادة بن الصامت رضوان الله عليه فيما ينبهنا عليه ديننا الحنيف من الحالقة
لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. الشحناء والبغضاء عباد الله نظف القلوب، فإن القلوب أبيات الرب وبيوته، فيها تتنزل رحماته. وكيف وأنت خبير بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والقلوب أبيات تتنزل فيها الرحمات، وفيها من الخصال المذمومات، وفيها من القبائح المرذولات كلاب نابحات، فكيف تتنزل فيها الرحمات؟ يا عباد الله طهروا طريق الرب، طهروا أفنيتكم، طهروا طريق الرب، طهروا طريق السلوك. هذا الخصام قد فعل الأفاعيل بليلة القدر. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم يرويه عبادة رضوان الله عليه، خرج عليهم يوما يخبرهم بليلة القدر تحديدا وتعيينا، فوجد رجلين يحتقان، أو فجاء رجلان يستبان يتلاحيان، يتلاحيان في الأصل يأخذ كل منهما بلحية أخيه مجادلا، وهو ألد الخصام، والألد واحد الذي دين، وهو صفحة العنق، إذ يجعلها المجادل الألد الخصم، يجعلها معرضة بئس ما تعرضت وبئس ما عرضت، يجعلها وقد عرض صفحة عنقه مزورا عن مجادله محتقرا له. إن أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الألد الخصم، المجادل الذي لا يعرف في الحياة كلمة سوية. الكلام عنده جدل في جدل، والحياة عنده مسألة جدلية، كما يقول أراذل أهل البرية من أولئك الذين يقولون بالعلاقات الجدلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طهروا أفنيتكم عباد الله، طهروا قلوبكم. أما أن يدخل المرء مضنخا في معتكفه، أو أن يدخل المرء في خلوته مضنخا بأي شيء، بطيبه، كلا وحاشا، بل إنه يدخل لو كشف الحجاب عن البصائر لشم منه رائحة نتن جيفة قذرة لا يكاد إنسان يطيقها بحال، من سوء من طوت عليه جوانحه، ومن سوء من ضم عليه ظاهر القبر الذي يضم جيفته. طهروا القلوب عباد الله، واضرعوا إلى الله رب العالمين، تصل ضراعتكم إلى الله رب العالمين. طهروا القلوب عباد الله، واسألوا الله الملك الجليل يعطيكم الرب الجليل. طهروا القلوب عباد الله، وابكوا على عتبات رحمات ربكم وسيدكم، فإنه لا يملك كشف الضر إلا الله، ولا يملك رفع الكرب إلا الله، ولا يملك إنزال العز ورفع الذل إلا الله. الله وحده مالك القوى والقدر عباد الله، ولكنه لا يعامل بقبيح الخصال ولا بمرذول الفعال. الله رب العالمين طيب، لا يقبل إلا الطيب، والكلمة الصحيحة الطيبة تغمس عباد الله في دوات القلب. هذا اللسان قلم ناطق معبر، هذا اللسان يغمس بكلامه في دوات القلب. ونفس الإنسان إذا ما اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. جاء رجلان يحتقان، يستبان، يتلاحيان، يتنازعان بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فغضب فقال: كنت قد خرجتكم لأخبركم عن ليلة القدر، فاستب فلان وفلان، فتلاحى فلان وفلان،
فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى. إذن ينبغي علينا أن نرفع الخصام، وإلا فلا رحمة للمشتجرين ولا رحمة للمتخاصمين. إن أبواب الجنة تفتح كل اثنين وخميس، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول أخرا هذيني حتى يصطلحا. وإنك لتجد العجب العاجبة، تجد الأخ يقول ذاكرا عن أخيه الشقيق: أنا محايده وأنا لي 13 عاما، وهي حقيقة ناطقة قيلت فسمعت، لي 13 عاما وأنا له مخاصم وله مجتنب، كأنها كرامة يدل بها على رب الأرباب، كأنها مأثرة يتقرب بها إلى عالي الجناب. وحاشا وكلا، إن الله رب العالمين لا يقبل هذا ولا يحبه. عباد الله، إن أردتم الدخول على الله رب العالمين من أوسع الأبواب فهذا باب القلب، إذا من فتح على مصراعيه تقوى ورضا، محبة وخلوصا من الشرك، وبراءة من النفاق، وبعدا عن الرياء. فالسبيل السبيل عباد الله، فالسبيل السبيل عباد الله، هذا هو السبيل، سبيل الله رب العالمين، لأنه صراط الله المستقيم. والطريق المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين، لأن صراط الله رب العالمين غير معوج، أما الصراط المعوج فسبيل الشيطان لا يعرفه دين الإسلام. أما المستقيمون ظاهرا، أما الطاهرون باطنا، أما الطاهرون ظاهرا وأما المخلصون باطنا، فأولئك من الله رب العالمين بمنزلة. إن العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما بحفظ العمل مما يشوبه ويكدره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا، والناس يبينون 13 عاما خصاما وبعدا وهجرانا وصبا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكما في سنن أبي داود وهو صحيح: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فرغوا أنفسكم عباد الله لله رب العالمين حتى يأخذ بأيديكم، فإن من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم آخرته، كفاه الله ما نزل بساحته من أمور دنياه وهمومها. ومن شغلته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى بأي أودية الدنيا هلك. من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم الآخرة، جمع الله عليه شملة، وهي جملة لا يعرف حقيقتها إلا المكاشفون المخلصون. من جمع الله عليه شمله، وأما إذا ما بدد عليك الشمل عياذا بالله وليادا بجنابه المنيف، فحدث عن الشتات ولا حرج، جمع عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ماذا تريد؟ ماذا تريد بعد هذا الذي قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذا جعلت الهموم هما واحدا، يعني هم الآخرة، جمع عليك شملك وجعل غناك في قلبك، ثم أتتك الدنيا وهي راغمة. وأما من شغلته هموم أحوال الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، لم يقل جعل فقره في قلبه كما جعل غناه في قلبه، وإنما جعل فقره منظورا، أينما وجه وجهه رآه وأينما نظر أبصره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم الله له.
إذن الأمر في المنتهى تسليم مع الإجبار، فلما لا يكون تسليما لله مع المحبة والاختيار؟ هذه فرصة إن مضت قد لا تعوض عباد الله، بارك الله في أعماركم، ولكن العبد بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، أيقبل الله رب العالمين ما كان فيه أم يرده على عامله، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. الله رب العالمين يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد، والعبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى يدخلها. اللهم نجنا من النار يا عزيز يا غفار. فاتقوا الله عباد الله واهتبلوها فرصة فقد لا تعود، إنها إن مضت لا تعوض، وهبها تعود، هبها تعود ثم تعود ثم تعود إلى آخر المعهود في أعمار أمة الرسول. فلما ترضى بالأقل ولما ترضى بالدون؟ والناس يتنافسون. وهذا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه يقول: إن لي نفسا تواقة ما بلغت شيئا إلا وتاقت لما فوقه وتطلعت إلى ما هو أعلى منه، وقد بلغت الخلافة فالآن أتوق إلى الجنة، إلى الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم من علينا في هذا العشر بالعتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم احسن لنا الختام يا رب العالمين، احسن لنا الختام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.